اهدي يا بطل، شدة وزيله ان شاء الله. ابويا راح، ابويا راح يا مرزوق. بس بس بابا في يلا اتحرك من الدهب. انتوا ايه اللي جابكم؟ جاي نطمن عليك يا بابا. ربنا يكون في عونك. يابا في ايه يابا؟ ايه اللي حصل؟ ربنا يكون في عونك. ما تقلقش يابا، ان شاء الله الحق هيبان ويعرفوا انك مظلوم. انت ما عملتش حاجه يابا صح؟ خلي بالك من امك واخواتك يا ادم، انت دلوقتي كبير البيت. يلا يا متهم. معلش يا ابني، انا عملت كده غصب عني. ليه بس يابا كده؟